بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية أوزباكستان عبد الله أريبوف، هنأه فيها بمناسبة احتفالات بلاده بذكرى الاستقلال. وعبر دولة رئيس الوزراء عن خالص التهاني بهذه المناسبة وتمنياته لشعب أوزباكستان الصديق التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء في مختلف المجالات.